بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب قلنا لينكس. معكم عبد المجيب ومستمرين مع دورة إدارة الخوادم وتوزيعة سنت اويس وأيضا ضمن الدروس الخاصة بشهادة ريد هات اللي ممكن تمر عليك. الأشياء اللي ممكن تمر عليك وأنت تشتغل وتتعلم عن إدارة الخوادم هي أمر باث. أوكي طبعا اليوم مع قهوة وليس شاهي. على طريق قهوة كوفي الكلمة الإنجليزية هي كلمة عربية معناتها قهوة أتت من عدة مراحل. أوكي أقرب مرحلة كانت للإنجليزية كانت كافيه الإيطالي. أوكي كافيه الإيطالي جات من كلمة تركية صراحة ما أعرف كيف أنطقها ولكن يبدو إنه كاوة شغلة زي هذه. أوكي اللي هي أساسا قهوة العربية. أوكي وقهوة العربية لها فعل. أوكي ونجي هنا الموضوع هل الأسماء أفعال أو هل الأفعال أسماء. أوكي ما ندري. أوكي ولكن كلمة قهوة العربية تأتي من فعلين محتارين بهل هي قوى أو قهى. أوكي ولك حرية البحث في معنى قهى أو قوى. طيب الآن لو جينا واستخدمنا أمر باث أوكي اللي درس اليوم إيش هو الأمر باث؟ باث عبارة عن متغير محفوظ في بيئة التشغيل هذا هو باث. زين طبعا كابيتال لو جينا سوينا إيكو باث أوكي هذا الأمر فيه زي ما تقول مسارات محفوظة. ماشي نصور الخط شوي. لاحظ المسارات المحفوظة عندي كالآتي في عند المسار الأول طبعا كل مسار وفي بينه وبين نقطة لاحظ. طيب ايش قصة المسارات هذه؟ هذه المسارات بيكون فيها ملفات تنفذ كأوامر فأنا لما أكتب أمر زي مثلا echo hi زين طبع لي hi فقط. الأمر echo هذا أوكي هو بحث عنه في مجلد ما ثم بعد هذا نفذه. ماشي فهو عبارة عن ملف مبرمج بطريقة ما ومحفوظ كأمر. هي الأوامر عبارة عن ملفات. طيب هي بتكون مخزنة زي ما قلت لكم في الباث. فلو جيت كتبت which echo راح يقول لك إن echo موجود في هذا المجلد. لاحظ user bin اللي هو أساسا موجود هنا في الباث. شايف؟ طيب ليش أحتاج أعدل على الباث؟ قد تثبت برنامج يقول لك أضف على الباث التالي. ليش؟ لأنه أنا عندي ملفات باينري أو ملفات شل أو أوامر معينة حاب أنفذه مباشرة بالشكل هذا. أوكي كيف أنفذه؟ لازم تضيف لي الباث داخل هذه السلسلة. طيب كيف أضيف؟ غالبا ملفات برامج الجافا قد تطلب منك. أوكي لو تعاملت مع برامج الجافا أو ممكن برامج الأندرويد ما أدري صراحة. طيب ممكن تجي تسوي التالي طبعا عن طريق الأمر export path يساوي ثم تضيف اللي تبي. مثلا حابين نضيف هوم لحظة هوم عبد المجيب بينز مثلا ما ادري صراحة ما عندي صن بينز اصلا. ثم نجي ونقول نقطتين راسيتين path. ليش؟ لانك بالطريقة هذه راح تضيفه ما راح تغير. نضغط انتر. اوكي طبعا اكسبورت طبعا الان تمت اضافة هذا في بداية شو اسمه الباث. لو سوينا ايكو باث راح تلاحظ ان في بداية الباث اضاف هذا الامر. اوكي في نهاية الباث كيف تضيف في نهاية الباث اللي عليك تسويه انك تمسح ذا هم تجي تضيف باث هنا ثم تحط نقطتين كي 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 بينز تو. اوكي نسوي ايكو باث. اوكي راح اظن انضاف في النهاية. لو حاب انك تشيل الدنيا هذه كلها تستخدم مكان واحد زي مثلا يوزر بن. اوكي هذا كنت اخذه. اوكي تقول export زين path يساوي هذا انتر echo path. زين هذا هو الموضوع ما فيه. اوكي هذا هو درس اليوم. اوكي تحتاج تعدل اول شيء الباث عباره عن مكان تحتفظ فيه الاوامر. اوكي تحتاج تعدل الباث في حال انه في عندك برنامج معين سويت له كومبايل اوكي قال لك حط له مع شو اسمه حط لي باث اوكي او حطه مع الباث عشان اقدر انفذ نفسي. اوكي فالباث عباره عن مكان محفوظ فيه الاوامر والاوامر عباره عن ملفات مخزنه في مكان ما والباث يربط ما بين الاثنين. تعلمنا في درس اليوم كيف نتعامل مع الباث وش قصه القهوه. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم والى اللقاء.